كنحمد الله وكنشكره على المجيء ديالنا للأرض الوطن، وكانت المبادرة من عند سيدنا نصره الله، وكان ديك الشيء منظم في غاية ما يكون ما شاء الله. سألتنا السلطة المحلية ومن عند النزول ديالنا من المطر، والناس كيستقبلونا والأطباء حتى هما كانوا حاضرين، وساعدة العامل حتى هو جا عندنا ونظم ما شاء الله عليه. كان بيدخلنا المحل ديالنا، وكان محلة مقيم في المستوى الحمد لله. كنشكروا حتى العمال المساكين اللي ساعدونا، وبالأمتعة ديالنا طلعوا لنا حتى البيوت ديالنا، وكل شيء يخدم في صالح ديالنا ما شاء الله. الله يجازي سيدنا والله ينصره والله يعلم امه. الشكر ما ننساش نشكر جزيل الشكر للأنصو المغربي اللي عندنا في سيبيا، سيد الشرقاوي شريف الله يجازيه بخير، عاملنا معاملة حسنة طيبة ماديا ومعنويا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. كنشكروا السلطات اللي كتسهر على هذا النجاح ديال الحجر الصحي اللي في المنطقة الشمالية، وكنشكروهم على المجهودات الجبارة ديالهم، وكنوجه الشكر الخاص لجلالة الملك على السهر والرعاية ديال الشعب ديالو، وكنتمنى ان شاء الله يرفع الله سبحانه وتعالى هذا الوباء على هذه البلاد هذا، وترجع الظروف لاحسن ما يكون. بالنسبه للظروف ديال الاقامه، ظروف حسنه مزيانه بحكم الناس مرتاحين مزيانين. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.